نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من إذاعة الجمهورية التونسية، وهذه عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على دور رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الإحاطة بالتونسيين بالخارج وضرورة التزامهم بالحياد التام لتيسير مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية القادمة. رئيس الدولة يؤكد أهمية دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تحقيق الاندماج داخل الدولة. هيئة الانتخابات تنشر القرار الترتيبي الخاص بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية وإجراءاتها. دخول محطة تحلية المياه البحر بقرقور بصفاقس ثورة الاستغلال التجريبي مطلع سبتمبر القادم. وفي العالم، الجمهوريون يختارون رسميا دونالد ترامب مرشحا لحزبهم في الانتخابات الرئاسية. من إذاعة الجمهورية التونسية نحييكم مستمعينا مشاهدينا الكرام، ونقدم لحضراتكم نشرة السابعة صباحا، يقدمها لكم مكرم الهداجي. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الذي نقل لرئيس الدولة رسالة خطية موجهة له من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ورحب رئيس الجمهورية بجملة من المبادرات التي تضمنتها هذه الرسالة، من بينها التحالف العالمي ضد الجوع والفقر. واعتبر رئيس الدولة أن فتح المكتب التجاري والقنصلي التونسي بساو باولو سيساهم في تعزيز علاقات بلادنا مع البرازيل في العديد من المجالات، خاصة منها الاقتصادية والتجارية والثقافية. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الدولة أهمية دور رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الإحاطة بالتونسيين بالخارج وضرورة التزامهم بالحياد التام لتيسير مشاركة الناخبين والناخبات في الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم 6 أكتوبر القادم. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أكد أهمية دور هذا المجلس في تحقيق الاندماج داخل الدولة، وذكر بأن الهدف من إحداثه هو أن يكون من كان مهمشا ومنسيا مشاركا في صنع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن المساءلة والمراقبة. وتسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة تقرير السنوي لعام 2022 للمحكمة الإدارية، وتقريرا خاصا بالنزاع الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأكد رئيس الجمهورية أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون، وخاصة في مادة تجاوز السلطة إلى جانب اختصاصاتها الأخرى. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم. ويتضمن القرار الترتيبي شروط الترشح وإجراءات التزكية والوثائق المطلوبة والمرفقة لمطالب الترشح لخوض الاستحقاق الرئاسي. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ أمس فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية بالداخل والخارج، وحددت تاريخ 31 من جويلية الحالي آخر أجل لتقديم مطلب الترشح. كما أعلنت أمس انطلاق أجل قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والدوليين والضيوف لملاحظة وتغطية الانتخابات الرئاسية على أن ينتهي يوم 28 من سبتمبر القادم، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع. وفي تصريح لقسم الأخبار، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروجي أن مفهوم الرقابة على الفضاء العام خلال الفترة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأول يشمل كل وسائل الإعلام بأنواعها، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
يعني فترة ما قبل الحملة اللي انطلقت 14/7 يحكمها القانون الانتخابي اللي فيه ثلاثة جرائم واضحة: منع الإشهار السياسي، منع من نشر صبر الآراء، وكذلك تخصيص رقم النداء. نحكيه أيضا على نشر الأخبار الزائفة، نشر الإشاعات الكاذبة، نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة أو بالغير أو بالمترشحين المحتملين، التشويه. إذا كان ثبت وأنه تم ارتكاب هذه المخالفات والجرائم، راهي الهيئة باش تعينها عن طريق مركز الرصد نتاعها ومراسلة النيابة العمومية للبت فيها. راهو رقابة الفضاء العام باش نحكيو عليه، راهو هو وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام الخاصة والعمومية زادة، هذوما الكل لازمهم يتقيدوا بالقرار الترتيبي الهيئة باش يصادق عليه الجمعة هذه. وبخصوص تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية، قالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء عبروقي إن عدد الذين تحصلوا إلى حدود منتصف نهار أمس على أنموذج التزكيات الشعبية بلغ 59 شخصا. بالنسبة لعدد هذه 59 في الداخل أو الخارج، تم سحب أنموذج التزكية المشخصة من فرع المركزي بتاع الهيئة أو من الفروع الأخرى، عنا 4 نساء، ولكن هذه كله لازم يشفعوا بالشروط الأخرى. التزكيات الشعبية بتبقى النموذج وتكون أصلية وممضات، معناها بقلم جاف وواضح، نقبلوش النسخ. يعتمد إلا الأنموذج اللي هبطته الهيئة المزكين 10,000 من الناخبين مسجلين على 10 دوائر انتخابية لا تقل الواحدة عن 500 مزكي. في خصوص التزكيات النيابية يكون معرف بالإمضاء عليها 10 نواب من الغرفة الأولى مجلس نواب الشعب، أو 10 كذلك نواب من الغرفة الثانية المجلس الوطني الجهات والأقاليم، أو 40 عضو من المجالس الأخرى المحلية المنتخبة، مع الضمان هذاك المالي متاع 10,000 دينار، مع كل شرط تقابله وثيقة الجنسية، السن، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. تفتح الترشحات يوم 29 جويلية 8 صباحا إلى يوم 6/6 مساء. في موضوع آخر، أكد المدير المركزي لمحطة تحلية مياه البحر بقرقور بصفاقس محمد زعر أمس، أكد أن أشغال استكمال المحطة في لمساتها الأخيرة، ومن المنتظر أن تدخل الوحدة الأولى للمحطة طور الاستغلال التجريبي التعاقدي قبل موفى شهر جويلية الحالي بسعة قدرها 25,000 متر مكعب في اليوم الواحد. وأضاف زعر أنه من المتوقع دخول الوحدات الثلاثة الأخرى للمحطة تباعا طور الاستغلال التجريبي التعاقدي بقدر نفس سعة الوحدة الأولى، لتدخل محطة تحلية مياه البحر بقرقور بصفاقس محطة الاستغلال التجريبي التعاقدي بوحداتها الأربع في بداية شهر سبتمبر القادم بسعة قدرها 100,000 متر مكعب في اليوم. يشتكي فلاحو عدد من مناطق الجمهورية، وخاصة المناطق الأكثر رطوبة ومنها جربة وجرجيس والمنستير وسوسة والمهدية، من انتشار ما يعرف بذبابة ثمار الزيتون التي تسبب خسائر اقتصادية فادحة خاصة عند أهمال مكافحتها. وفي هذا السياق، بيّن الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني للإذاعة الوطنية التونسية أن ذبابة الزيتون تصيب بالأساس زيتون الطاولة وتمر إلى الفصائل الأخرى من الزيتون الموجودة في نفس الضيعة، داعيا الدولة إلى التدخل العاجل للحفاظ على صابة الزيتون القادمة. حشرة هي قديمة موجودة من قبل في الزيتون، لا ممكن وجودها أكثر ملفت للانتباه. ذبابة تضرب الكعبة في بداياتها تولي تقع فيها إن كنت تقحل. وقت اللي عندك زيتون طاولة وجيت وهيك الذبابة، بطبيعة الحال مش تتعدى الفصيلة أخرى وتعديت الأخرى، سواء الكورونيكي ولا الأصناف الأجنبية ولا الشتوي نتاعنا والشمليلي نتاعنا اللي هو 65% يمثل تقريبا من الزيتون التونسي. هذه المعضلة الكبرى، والدولة نفسها هي عندها الواجب أن في القضايا الكبرى اللي عندها علاقة بالأمن القومي، لأنه الصعبة نتاعك أنت كيف تضربت ولي جودة ولي سمعة بلادك، وإحنا في نفس الوقت وبالتوازي نشوفوا بتونس قاعدة تحصل على جواز ما شاء الله في الخارج، لكن هل إحنا قبل ما نوصلوا للترويج والتسويق وإلى غير ذلك قمنا لحماية صابتنا من الآفات والحشرات؟ هنا في تدخل الدولة يولي ضروري. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. تسع دقائق بعد السابعة صباحا في تونس، أنتم في الاستماع إلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية ونشرة الأخبار. إلى جولة أنباء العالم الآن.
في فجر اليوم 84 بعد 200 من العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال غاراته الليلية على مناطق وسط القطاع وجنوبه موقعا عددا من الشهداء والجرحى. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة تشافي شورمون بنابلس في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هناك حالة استنفار في صفوف الجيش وقوات كبيرة تمشط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذي هذه العملية. سياسيا، يعقد مجلس الوزراء الأمنية المصغر الإسرائيلي اليوم اجتماعا لبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على رفض انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا وعدم عودة السكان إلى شمال قطاع غزة. على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره وشقيقته في ضربة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وفي اليمن، أعلن الحوثيون استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط بصواريخ ومسيرات وزوارق لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الجمهوريون رسميا اختيار دونالد ترامب مرشحا لحزبهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر القادم، كما تم ترشيح السيناتور جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس. وجاء هذا الإعلان في اليوم الأول من المؤتمر الحزبي العام الذي يعقد في ميلوكي بولاية ويسكنسكون، من حيث ظهر ترامب في الأمسية الأولى للمؤتمر مضمد الأذن عقب تعرضه لمحاولة اغتيال السبت الماضي في بنسلفانيا كادت تودي بحياته. إلى هنا مستمعينا مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل، قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على دور رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الإحاطة بالتونسيين بالخارج وضرورة التزامهم بالحياد التام لتيسير مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية القادمة. رئيس الدولة يؤكد أهمية دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تحقيق الاندماج داخل الدولة. هيئة الانتخابات تنشر القرار الترتيبي الخاص بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية وإجراءاتها. دخول محطة تحلية مياه البحر بقرقور بصفاقس طور الاستغلال التجريبي مطلع سبتمبر القادم. وفي العالم، الجمهوريون يختارون رسميا دونالد ترامب مرشحا لحزبهم في الانتخابات الرئاسية القادمة. يوم سعيد متواصل مجتمعين مشاهدينا الكرام بعد قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع لحبيب أشغام، مع أجمل تحيات كامل الفريق، دمتم في رعاية الله وحفظه.